أعزائي مشاهدي قناة أحمد فرحات على يوتيوب، موضوع حلقة النهاردة بعنوان كيف تهزم منافسك في 3 دقايق و49 ثانية. 3 دقايق و49 ثانية هو الزمن اللي احتاجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يوجه صفعة إعلامية لرئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور. 3 دقايق و49 ثانية هو الوقت اللي احتاج محمود الخطيب فيه انه يثبت الفرق الكبير اللي بين عقلية الكابتن محمود الخطيب وعقلية المستشار او الاستاذ مرتضى منصور. وخلونا نفصل. طبعا اي حد ممكن يقول ان انت بتطبل، ممكن يقول انك انت بتضخم. 3 دقايق 49 ثانية قال فيهم ايه الخطيب؟ قصاد عشرات الساعات اللي لم تكن قد بلغت بضعة مئات كان فيها السيد مرتضى منصور اتهامات لمجلس إدارة النادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وإعلامي النادي الأهلي وكل أي حاجة بتمت بصلة للنادي الأهلي. هل 3 دقايق و49 ثانية هي مدة الخطاب اللي ألقاه السيد محمود الخطيب أو كابتن محمود الخطيب بالأمس في احتفالية النادي بمناسبة حصوله على الدرع رقم 41 في مسابقة الدوري العام؟ هل كانوا كافيين فعلا ان هم يقهروا كل الساعات السابقة، يطيحوا بكل الدقائق اللي كيلت فيها جميع الاتهامات المقبولة والغير مقبولة للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته ولاعبي النادي الاهلي واعلامه وجمهوره؟ تعالوا نفصص زي ما انا بقول، تعالوا نفصص. احتاج الكابتن محمود الخطيب 45 ثانية في الأول من 3 دقايق و49 ثانية علشان يشكر بريزنتيشن ويشكر اتحاد الكورة ويشكر الناس اللي جت ويشكر الناس اللي راحت. وبعدين بدأ يتكلم على إن الرياضة منافسة، الرياضة ما هيش خناقة. ورغم كده فالمنافسين خلال سنة ونص وفقا لكابتن محمود الخطيب كان عندهم شوية طوب، بدل ما يبنوا جدران، بدل ما يبنوا بيوت، بدل ما يعملوا طرق في نواديهم، خدوا الطوب ده وفضلوا يرموه على النادي الأهلي. وكأن القصة إن هما مش عايزين ينجحوا، القصة إن هما عايزين يفشلوا الأهلي. ده اللي قاله كابتن محمود الخطيب بمنتهى الأدب والهدوء والحزم. كمان الكابتن محمود الخطيب علق على التجاوزات وقال ان النادي الاهلي بيعرف يجيب حقوقه، في اصرار واضح على ان النادي الاهلي مصمم على انه ياخد حقوقه بالرغم من المصارحة الوهمية اللي قالها الاستاذ مرتضى منصور في حلقة سابقة على الخطاب تقريبا 24 ساعة. المصارحة الوهمية جاية من طرف واحد، طرف هو اللي بيتهم، هو اللي بيتخانق، هو اللي بيشتم، هو اللي بيعتدي، مع طرف ما بيتكلمش خالص. مصارحة مش فاهم مبررها ايه وكان ايه سبب الخناقة اصلا. انت اللي اتخانقت مع نفسك، وانت اللي شتمت مع نفسك، وانت اللي غلطت مع نفسك، وانت اللي كلت الاتهامات مع نفسك وبعدين عايز تتصالح. هو مين كان تخاصم معاك يا مرتضى؟ بس ماشي، هنفترض انك كنت عايز تتصالح. الكابتن محمود الخطيب قال انه رافض هذه المصالحة ضمنيا في خطابه. مش بس كده، ده اكد في وجود ممثل اتحاد الكرة السيد عمرو الجنايني انه مصمم على تفعيل لوائح اتحاد الكرة اللي مش عارف ايه، مش عايز يفعلها، رغم انه اعلن ان في قابل الايام كل المسؤولين عن اللعبة سوف يتعرضوا للعقوبات في حال مخالفتهم للوائح. ورغم الشتيمة اللي شتمها الأستاذ مرتضى منصور في مباراة السوبر السابقة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك واللي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-2، وعلى مرأى ومسمع من السيد عمرو الجنايني إلا أنه لم يحرك ساكنا وترك السيد مرتضى منصور يشتم كالعادة. أكد الكابتن محمود الخطيب إنه مصمم على تفعيل لوائح اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية في وجود ممثل عن اتحاد الكرة. ممثل صامت لم يتحدث ولم يتكلم ولم يناقش.
بعد كده السيد او الكابتن محمود الخطيب خرج من الضيقه دي عشان يقول لعيبه النادي الاهلي ان احنا هنعتبر ان الدرع 41 او كاس السوبر اللي احنا خدناه في الموسم السابق راح واتطفى عليهم النور، وعايزين ننور نور جديد، نور الدرع رقم 42، نور البطولة الأفريقية التاسعة. أي نور، أي نور من الأنوار المتلألئة في خزانة النادي الأهلي العامرة دائما بالبطولات. بمناسبة مرتضى منصور، عايز أقول حاجة للأساتذة اللي علقوا برضو ولسه التعليقات مستمرة بخصوص السيدة ماجدة الخطيب شقيقة الكابتن محمود الخطيب. في ناس كتير بتقول إن الأستاذ مرتضى منصور محامي، وإنه من الطبيعي إنه يبقى عارف أسرار إحنا ما نعرفهاش. كلام جميل، ولكن أنا عايز أسألكم سؤال، هو الأستاذ مرتضى منصور ما بيكذبش؟ يعني هل الأستاذ أبو المعاطي زكي مثلا مشارك في عنده شركة هاكرز؟ أو مشارك في مؤامرة معاه هو وهاني العتال ومحمود ممدوح عباس وعبد الناصر زيدان؟ هل معقولة ناصر الخرافي ولا ناصر الخليفي؟ ناصر الخليفي يا مؤاخذة، ناصر الخليفي هيشارك في التآمر على نادي الزمالك علشان يحرمه من دخول دوري أبطال أفريقيا؟ بغض النظر عن مشاكل مصر مع قطر، أو بغض النظر عن مشاكل قطر مع مصر، أو بغض النظر عن الأزمة المصرية القطرية اللي ما ينفعش إن إحنا نقحم يعني فيها رياضة، رياضة مجال آخر، ولكن ايه اللي يخلي ناصر الخليفي مع احترامي الشديد جدا للاستاذ مرتضى ونادي الزمالك يتدخل في شؤون نادي الزمالك؟ هو باريس سان جيرمان بينافس الزمالك على ايه؟ وايه اللي هيخليه يسيب استثماراته التي تقدر بمليارات الدولارات علشان ينشغل بانه يدي فلوس لنادي سنغالي علشان يعكنن على نادي الزمالك؟ هل ده يعقل؟ اللي بيكذب كتير ده ايه؟ هل ممكن نصدقه في كل حاجة؟ انا بسيب دايما الامور لتعليقاتكم وارائكم، وبسيب برضو رؤيتكم، وكل واحد عنده مخ بيفكر فيه. انا عايز الناس تبص الامور ببصة موضوعية، سيبك من انها اهلي وزمالك، الاهلي مش دين والاسماعيلي مش دين والزمالك مش دين، الدين هو الإسلام، الدين هو المسيحية، الدين هو اليهودية، ولكن الأندية دي انترتينمنت يعني تسلية، ما ينفعش إنك أنت تحكم على حد بناء على النادي اللي بيشجعه، وما ينفعش إنك أنت ترمي أفكارك دايما في اتجاه سوداوي بالنسبة للشخص اللي أنت بتحبه نتيجة لأن هو بيشجع النادي اللي أنت بتشجعه. ده مش موضوعنا، موضوعنا هو بيقول ايه، هو بيطلع من لسانه ايه، هو بيقول اكاذيب ولا بيقول حقائق، هو بيدعي الناس بالبهتان ولا بيقول فعلا معلومات واقعية. للأسف اكاذيب الكابتن او اكاذيب الاستاذ مرتضى منصور اكبر بكتير جدا من الحاجات الحقيقية اللي هو بيقولها. الف شكر ليكم مرة تانية على كل الاشتراكات الحاصلة في القناة عندنا خلال الفترة اللي فاتت، وأتمنى إني دايما نبقى في يعني ثقة ما بيننا وبين بعض. إن شاء الله في فيديوهات تانية إن شاء الله، لأن في مواضيع كتيرة لازم تتفتح الفترة الجاية. ويكون مني كل الحب، سلام عليكم.